في تصريحات غير لا تدخل المخموخ، في تصريحات لا تدخل المخموخ، وربنا ادانا المخ ده عشان نميز. وانا اتعلمت دي من الكابتن صالح سليم في احد القعدات في الجنينه في الاهلي. فبقول للكابتن صالح: يا كابتن، حضرتك ليه انت قاسي مع الاعلام؟ يعني مقل وقاسي، لان احنا كنا في بدايه حياتنا، وكان اللي ياخد له كلمتين من الكابتن صالح يعني بالنسبه له نال الدنيا بسعادتها يعني. فبالك لما تاخد تصريح ولا يوافق يعمل معاك حوار مين؟ هو في حد عمل حوارات؟ هو كان الدكتور ياسر ايوب متميز مع الكابتن صالح سليم في الحوارات بتاعته. احنا اللي يقف جنب الكابتن صالح كان يخش التاريخ. والله العظيم دي حقيقه. فكنا قاعدين بنتناقش، واخد بالك انت؟ فبسال انا موضوع الاعلام والكلام ده والصحافه. وقتها كانش طبعا في غير الجرايد. فالكابتن صالح علمني الحته دي وخدتها، تعلمتها جدا. قال لك الفرق ما بين مصر هنا وانجلترا في التعامل مع الصحافه ومع الاعلام، ان الناس بتقرا وتحلل وتفكر وتاخد قرار في يعني بتفكر، لكن هنا بيتعاملوا مع الاعلام كانه قران كريم. شوف الكابتن صالح بيقول الكلام ده عن الصحافه برؤيه 30 سنه لقدام. النهارده الناس بتقرا سوشيال ميديا و90% في مفبرك. عيل عنده 13 سنه يروح قايم ضارب لك ختم على جواب ويقول لك مش عارف ايه، الاهلي باعت رفض، بيقول الزمالك بينحكم بالازرق. تبص تلاقي الكره الارضيه واعلاميين كبار واكلين البلوزه وماشيين ورا عيل زي سيفون سبورت والكلام ده كله، ويا ريت حد بيتعلم. واخد بالك؟ فتعلمت انك انت دايما تفكر هل ممكن كولر يقول له لا روح هات التاني وتعالى احتفل؟ لا طبعا، لا طبعا، لا مستحيل يعني. لا عقلية كولر ولا احترافية كولر ولا ممكن كولر يعمل ده، ولكن هو الناس بتتسلى على السوشيال ميديا.